معقولة يا جماعة عيد الأضحى يجي علينا وإحنا بنسلق اللحمة بالطريقة العادية؟ لأ طبعا، ده إحنا هنسلق اللحمة بطريقة جبارة، هنسلقها بالمناديل وهتطلعي شوربة عمرك في حياتك ما أكلتي زيها. تعالوا نسمي الله ونشوف هنسلق اللحمة إزاي بالمناديل عشان تعملي طبق الفتة المعتبر. ميت الله وجبت معلقة من السمنة، وأول ما السمنة سخنت كويس جدا نزلت باللحمة، عملت لها صدمة طبعا الكمية اللي أنت حابة تسلقيها. أول ما اللحمة تتحمر بنقلبها على الناحية التانية، ومعايا خضار مقطعه قطع صغيره، طماطم وبصل وجزر، ونزلت بالبهار، فلفل اسمر حصى، ولازم يكون حصى عشان الشوربه ما تغمقش، حبهان مستكه ورق لوري مطحون، ومكعب مرق لحمه بيخلي الشوربه حكايه. شوحت اللحمه مع الخضار لحد ما الخضار نزل كل الميه اللي موجوده فيه. نزلت هنا بميه مغليه، ولازم تكون ميه مغليه طبعا. الميه اول ما بتغلي بتعمل ريم، احنا بننزل بالمناديل على طول. طبعا المناديل بتلم كل الريم اللي موجود على وش اللحمه. الطريقه دي تحفه يا جماعه، انا اول ما شفتها عجبتني جدا، بتخلي الشوربه نقيه وكمان بتلم الريم بسهوله وبسرعه، حلوه قوي قوي. انا اصلا بسلق اللحمه بالطريقه دي، بس لما شفت طريقه المناديل قلت لما اجربها. اللحمه بقى عشان تستوي معاكي بسرعه وما تغيبش منك في اقل من نص ساعه تكون جاهزه معاكي. حتى لو لحمه كبيره حط لها نص معلقه من البيكنج باودر. هديت النار وسبت اللحمه بقى تستوي براحتها خالص، وطبعا ما بنحطش الملح الا في الاخر علشان اللحمه ما تغيبش في السوا. هنا ما شاء الله بعد ما اللحمه استوت شايفين الشوربه نقيه وصافيه ازاي، تحفه. اول مره اجرب طريقه المناديل وعجبتني جدا جدا. نزلت بالملح، وطبعا الملح بنحطه في الاخر عشان ما يغيبش السوا بتاع اللحمه. ما شاء الله شويه شوربه زي العسل، شوربه كده نقيه وحلوه جدا جدا. احتفظي بقى بالطريقه ديت علشان نعمل الاكلات الجميله بتاعت عيد الاضحى، الفته، وتطبخي وتعملي الاكل الجميل لاولادك. ما شاء الله اللحمه كده دايبه دوب، كفايه بس تاخدي حته اللحمه على شويه رز بالشعريه، عسل يا لوزه. يلا بقى جربي، ومستنيه رايكم في الكومنتات ولايكات كتير كتير، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.